تسلم ذاتي إلى رأفتك مستودعا نفسي وجسدي وأفكاري وأعمالي وحياتي وصوتي فتعيني إلي يا سيدتي واستمدي لي الحب الحقيقي الكامل الذي به أحب من كل قلبي ابنك الحبيب يسوع المسيح سيدي وبعد حبي له أحبك أنت يا سلطانك فوق الأشياء فاجعليني يا أمي فاجعليني يا أمي بشفاعتك الكلية الاقتدار أن أثبت في هذه المحبة حتى إذ يفصلني الموت من هذه الحياة تقولي أنت نفسي إلى الفردوس السماوي I'm